قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة خاصة بعنوان روح القيامة، حيث تناولت الحلقة المعاني الروحية لحدث القيامة وتفسير كل الأحداث المسيحية على ضوء ذلك. وقد أطل على البرنامج عبر الهاتف عدد من رؤساء الكنائس في المملكة، فإلى هناك. القيامة يعني جاوبت على كل الأسئلة اللي بتدور بنفس الإنسان. ليش أنا عايش؟ شو هالحياة؟ عايش منتظرين؟ شو رسالتنا؟ ليش الكنيسة؟ مين هو المسيح؟ يعني عاش ومات وصليب وألم وجمعة حزين وكنا إحنا كلياتنا منسحقين. يعني هاي الأسئلة كلها القيامة فعلا أبونا اللي فاهم معنى شو معنى القيامة بتجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور براسه. يعني هذه حلقتنا مظبوط. صحوة الإيمان صحيح. يعني يقول القديس بولس الرسول لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل. يعني إيماننا قائم على هالقيامة، يعني هي الحدث المركزي. بنشوف بكل الكنائس الفصح انطلاقة الأعياد وموسم المواسم أبو الأعياد، ومنه تنطلق وثم تعود بقية الأعياد. يعني بتلف الدورة الليترجية الكنسية استنادا واعتمادا على عيد الفصح. نعم. في هذا اليوم المبارك والمقدس اللي هو قيامة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، بتوجه برسالة معايدة لكل أبنائنا في كل أرجاء المعمورة، اللي بطلب من إلهنا القائم من بين الأموات يعطي نوره الإلهي للكل. وبتمنى لهاي القناة اللي عمالها بتكون جزء من البشارة في العالم إنه يبارك كل القائمين عليها. ربنا يحميكم كل سنة وأنتوا سالمين، وربنا يبارك ويحمي الأسرة الواحدة البشرية في هاي الظروف الصعبة اللي بنمر فيها. ربنا يبارككم وكل سنة وانتم سالمين. فصح مجيد، المسيح قام. نشكر ربنا انه اعطانا فرصة جديدة في حياتنا ان احنا نعيد عيد القيامة المجيد، عيد الاعياد، عيد الحياة، لانه هو مات على الصليب لكي ما يحيينا وقام لكي ما يقمنا معه أيضا. نعم. فلا بد أن نكون فرحين ونفرح، مش بس يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد. المفروض فرح القيامة يستمر معانا لحد لما إذا ربنا أنعم علينا بمرة أخرى في حياتنا ونحن في الجسد على الأرض. أفرح القيامة كثيرة، وأصلاً وصية الفرح وصية إنجيلية من الإنجيل. هنسأل عليها أمام الله. قال افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضاً افرحوا. وفي آية في سفر التثنية بيقول ولا فلا تكونوا إلا فرحاً. بهذه المناسبة العظيمة والمجيدة في حياتنا وحياة الكنيسة كلها، بيسعدني ان انا اقول قدس ابونا جورج شرايحة ولحضرتك دكتورة باسم السمعان وكل العاملين في نورسات الاردن، الاخوة الاحباء اللي دائما بيشاركونا كل الفعاليات الروحية في معظم كنائس الاردن، بقدم تهنئة قلبية بهذه المناسبة سعيدة. الحقيقة هيك حبيت أن أقول مش لازم عيوننا ما تضل موجهة صوب قبر يسوع المسيح. أكيد مننهل منه القيامة ومنشوف أنه حتى القبر صار هو مثل ما بيقولوا صخر مدون يعلن مجد قيامة الرب. فبدنا نوجه أنظارنا اليوم كمسيحيين معكم مع نورسات، مع كل اللي عم بيكونوا معي كضيوفي خلال هالسنة، مش بس بدنا نعيدهم، بدنا نقول لهم شكرا لشهادتكم اللي عم بتكون عن جد من القبر أخذتوا نوية الحياة والقيامة ورحتوا عم بتبثوها عبر الإعلام، عبر الصحافة، عبر الألم، عبر الوجع اللي عندكم إياه واللي عم بتحاولوا أنه تبلسموا جراحات كتيرة. فأنا كمان دكتور مش بس بدي عيدكم، بدي أقول لك يا ريت عن جد نكون مثل ما بقولوا أبواكم صارخة. أنتوا عن جد شهادة حلوة بالشرق. أنا بدي أشكرك على أنه عطيتينا فرصة أنه كمان نطلع على العالم من خلال التلفزيون، من خلال نورسات،
ومن خلال متابعتكم للريسيتاليت للليتورجيا اللي بثيتوها ان كانت ارثوذكسيه ولا كاثوليكيه ولا كل شيء، لانه عم تجربوا تقدموا هالتوازن. فدكتور انا عن جد ممتن لبشارتكم ولاعلانكم الصارخ. صباحك نور الاب المنسيور جهاد الشويحات المدبر الاسقفي البطريركي لكنيسه اللاتين في الاردن، فبقول لابونا صباحك نور والمسيح قام. المسيح قام، حقا قام. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح النور ابونا. ابونا جورج خلينا اياك سيدي. اعياد قيامه مزيده. امين امين يا رب. آمين. بتشكرك أبونا، تفضل. حبيت أعيد جميع المستمعين وحضراتكم بالتهنئة الفصحية اللي بنستخدمها إحنا المسيحيين في الشرق، المسيحيين اللي عاش السيد المسيح بينهم ومن أجلهم، ومنعيد بعضنا البعض بقولنا المسيح قام، حقا قام. ومن الخطأ الشائع في أيامنا نسمع كلمة التهنئة لما بيحكوا هابي إيستر. نعم. هذا خطأ فادح إنه نعايد بعضنا بعض بهاي العبارة. ليش؟ لازم نوضح الخطأ. نعم. قديما الشعوب الأنجلو ساكسونية كانوا يحتفلوا بالعيد بالإيستر وهو عيد وثني، وكانوا يرمزوا إلى بالأرانب، أرانب كثيرة الخصوبة. نعم. من هون لما بنشوف بعض البيوت بحطوا رموز عيد القيامة بنشوف أرانب على شجرة. هذا معنى وثني للشعوب القديمة. الأصح في ديانتنا المسيحية إنه نعيد بكلمة المسيح قام، حقا قام. ليش؟ نعم. لأن اليهود من موت وقيامة السيد المسيح أنكروا القيامة وحكوا للجنود اللي سهرانين على القبر، خبروا الناس أنه إحنا نيام، جاء تلاميذه وصرفوه، ولا زالت إلى أيامنا يقول الإنجيل هذا الخبر شائع. نعم. إحنا كمسيحيين اللي هالأيام بنختتم في عيد القيامة نشعر بالفخر، نشعر بالانتصار، انتصار على الخطيئة، انتصار على الموت. المسيح يقدس الموت، يقدس قبورنا، يقدس أمواتنا، وبقيامته السيد المسيح يعطينا الأمل لأننا سوف نقوم معه لحياة جديدة. يحقام حقا قام. كل عام وأنتم جميعا بألف خير وصحة وعافية، وإن شاء الله بهالمناسبة اللي هي قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات اللي أعطانا فيها الرجاء الكبير، إنه يعطينا رجاء دائما في آلاف في حياتنا، لأنه إحنا في وقت عم بيمر علينا العيد الثاني مع الميلاد والقيامة، والوضع في شرقنا حزين ومتألم، لكن إحنا بالقيامة أعطانا بكلمات القديس بولس الرسول: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. إنه أعطانا الأمل بالحياة الأفضل التي وعدنا بها. يسوع جاء للعالم ليكون لنا حياة وليكن لنا الأفضل والأوفر. إن شاء الله مع قيامة الرب يسوع المسيح يخفف هذه الآلام ويغير من قلوب القادة ويغير من قلوب القساة القلوب وغلاظ الرقاب كما يقول الكتاب، حتى يتحننوا على بعضنا البعض ونعيش المحبة، وتنتهي ألام الزمان الحاضر من حروب ويلات من أزمات، ونعيش الاستقرار والوئام والمحبة بيننا وبين بعضنا البعض في جميع بلدان العالم وخصوصا في شرقنا الحبيب. أنا اليوم لكل اللي احتفلنا بعيد القيامة ولكل اللي احتفلنا قبل 5 أسابيع بعيد القيامة بتمنى الخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير، ولها الوطن الغالي الأردن كل المحبة والسلام والفرح،
والوئام في ظل راعينا وسيدنا وحبيبنا جلالة الملك عبد الله المعظم الثاني وولي عهده وحكومته وجيشه وأمنه الساهرين علينا وعلى أمن هذا الوطن اللي ما فتئوا إلا أن يسهروا ويبتسموا وهم يسهرون من أجلنا دون تعب دون كلل.